كابتن ممدوح الكواليني اخر مكالمه، وبعتذر لكل الناس لان وقتنا بيخلص، كل الناس اللي منتظره على التليفون انا اسف بعتذر لهم جدا. ومسك الختام ممدوح الكواليني، صديقنا العزيز ممدوح الكواليني، مساء الفل. مساء الجمال عليك يا استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك وتحياتي لنجم مصر الكبير الكابتن رمضان السيد، وتحياتي طبعا لاسكندريه المدير الفني الكوف المحترم الكابتن ايمن مزين، وصديقي العزيز المدير الفني الكوف ايضا الكابتن محمد كيتا، وسهره ممتعه وحوار ممتع جدا، ودايما سابق الناس فعلا وبتناقش قضيه وبحياديه. بحييك طبعا على البرنامج، وبحييك على القضيه اللي انت اثرتها اللي هي بتشغل الراي العام الرياضي طبعا. بس هو في حاجه صغيره، احنا انت عارف طبعا اللي لم يعلن حتى الان توقيت المسابقات، وكان في لغط بالنسبه للمحترفين. انتظر حلقه الجمعه النهارده 11:30 اعلن لك ميعاد القرعه والمسابقه ان شاء الله باذن الله. انا بقول بس ان كان الفتره اللي فاتت دي كان في لغط طبعا بالنسبه للمحترفين والقسم الثاني ب، فطبعا دي عملت يعني اللي حس بيها اكتر طبعا المديرين الفنيين، اخذت كتير من الوقت. وطبعا واذا كان ميعاد المسابقه مبهم بالنسبه للانديه، فان شاء الله باذن الله القادم افضل. واذا كان الاتحاد المصري لكره القدم زي ما انت قلت موسم استثنائي، والدليل على كده حتى ان هم في الجلسه اللي هي كانت في اليوم اللي فيه اجتماع مجلس الاداره، الجلسه اللي هي كانت الصبح، كانت الانديه المعترضه على الدوري القسم الثاني الف تمام كانت موجوده، اقروا هذه الشروط. فان شاء الله باذن الله يعني اذا كان في حاجه لابد ان نرتقي بالكره المصريه، واذا كان في اي حاجه فيها لغط الحوار كويس وتقدر توصل لابعد مدى لاصلاح الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. انا اعتقد ان الموسم ده اذا كان اتسوق صح فان شاء الله باذن الله، لان كل القاعده زي ما بقول لحضرتك استاذ عبد الناصر الفتره اللي جايه دي بتاعت الممتاز به من اسوان لغايه مطروح لغايه السلوم الكل بيتابع. فالدوري ده من السهل جدا تسويقه، بس تسويقه بطريقه اذا كان في تكاتف واذا كان في شركات بتاخد حقوق البث والرعايه للدوري الممتاز الف، وهيعود بالنفع على الممتاز القسم الثاني ب، فان شاء الله باذن الله في روكية للانديه وفي عائد مادي للانديه ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله استاذ ممدوح الكواليني، يمكن وقتنا خلص، لم يتبقى لينا غير ان احنا نؤكد ان احنا نحترم الجميع وعلى مسافه واحده، وليس لنا راس مال الا المعلومه، ولسنا مع احد ضد احد.